أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دعا نائب عن كتلة الحكمة النيابية علي العبودي مجلس النواب والجهات الرقابية إلى متابعة تنفيذ العقود التي أبرمها المحافظون في الصين. أضاف علي العبودي أن المحافظين لن يكونوا متفردين أو بمعزل عن ملف العقود التي أبرموها في أثناء زيارتهم الصين، لوجود جهات رقابية ولجان تتابع هذه العقود والاتفاقيات، مستدركا بأن أعطاء الصلاحيات إلى المحافظين توقيع العقود مع الشركات الصينية يفتح الباب للفساد. هذا وأبدأ عدد من النواب في البرلمان مخاوفهم من أعمال هدر بالمال العام في أثناء عقد الاتفاقيات بين العراق والصين على أثر توقيع محافظين اتفاقيات مباشرة مع الجانب الصيني. ازدادت واردات الهند النفطية من العراق إلى مستوى قياسي في شهر آب الماضي، في الوقت الذي تستبدل فيه المصافي الهندية الواردات الأفريقية مرتفعة الثمن بشحنات من نفط البصرة الأرخص. كشفت البيانات التجارية أن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت نحو 1,320,000 برميل يوميا من النفط الخام العراقي الشهر الماضي، بزيادة قدرها الثلث تقريبا مقارنة مع شهر تموز، وبزيادة نسبتها 29% مقارنة مع شهر آب عام 2018. أكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي محان أن كردستان العراق وصلت حصتها اليومية من النفط إلى 1,000,000 برميل، مؤكدا أن 150,000 برميل من هذه الكمية يهرب بعلم بغداد وأربيل. وقال عبد الهادي محان إن كردستان العراق في الإنتاج اليومي من النفط يحصل عليه كردستان عبر حقول التاميم والموصل الذي يصدر أكثر من 650,000 برميل، وأضاف أن كردستان العراق يهرب يوميا 150,000 برميل من النفط بعلم بغداد، وأن الحزبين الحاكمين في كردستان العراق يحصلان على واردات النفط. قال النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير نجم إن عدد العمالة الأجنبية في المحافظة بلغ أكثر من 83,000 عامل. قال عبد الأمير نجم إن محافظة البصرة تتعرض لحرب اقتصادية كبرى واحتلال من العمالة الأجنبية بعد توظيف العمال من مختلف دول العالم برواتب وبمبالغ خيالية في وقت يعاني فيه أهل البصرة البطالة. وأضاف أن جميع الشهادات والخبرات التي جلبت من الخارج للعمل في الشركات النفطية متوفرة في البصرة، ولكن الشركات تصر على تشغيل العمالة الأجنبية. قال عضو لجنة الزراعة النيابية قاسم الفهداوي أن نصف المنتجات المستوردة تدخل العراق عبر التهريب وليس المنافذ الحدودية. وضح قاسم الفهداوي أن اللجنة فوجئت بأن ما نسبته 50% من المنتوجات المستوردة لا تمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية، أي عن طريق التهريب، مؤكدا أن جهات متنفذة حكومية وغير حكومية تشرف على أعمال دخول البضائع من لحوم وغيرها لتهريب تهرب إلى البلاد. وذكر أن أعمال التهريب لا تقف عند المنتجات الغذائية والملابس، بل يهرب السلاح الذي تسبب في تلك الفوضى وتنامي أعمال القتل والسرقة بالإكراه. نتابع الآن مشاهدينا الكرام أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.